بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه موقع جديد من مواقع الذكاء الاصطناعي. طبعا الموقع زي ما حضراتكم شايفين Free AI Writing Tools، ده عنده أدوات مجانية للكتابة. الأدوات في جزء كبير جدا عنوانه الكتابة، بداية من كتابة باراجرافس عشان تعمل مقالة، لغاية إعادة الصياغة، لغاية الكشف عن الذكاء الاصطناعي، لغاية البارافريزنج، لغاية الريوردنج الكلمات، لغاية جرامر تشيكرز، كونكلوجنز جنريتور، طبعا سمرايزر، كل ده موجود في الموقع. الموقع زي ما قلت بيدعم اللغة العربية. خلينا كده ان احنا نجربه في الباراجراف جنريتور، وهنا انا بكتب انا عايز اكتب موضوعي في ايه، ثم بحدد عدد الباراجرافات اللي انا عايزها، بحدد انا عايز حاجه كونسايز يعني دقيقه ولا عايز ديتيلز اكتر، بحدد التونز اللي انا عايز اكتب بيه، هل بروفيشنالز ولا اكاديميك، واحنا نادرا بنشوف حاجات اكاديميك، بحدد اللغه اللي انا عايز اكتب بيها، فممكن اختار اللغه العربيه وبعدين احط موضوعي في هذا المكان. يعني زي ما حضراتكم شايفين انا كاتب الموضوع باللغه، اخترت اللغه العربيه هنا، لكن كاتب عنوان الموضوع باللغه الانجليزيه. هل ده هيخليه يكتب عربي ولا انجليزي؟ خلينا نجرب مع بعض. قول له جنريت كوبي، اعمل لي نسخه من الكلام ده، هوت زيه زي اي مواقع يعني مجانيه، ولا انا مسجل ولا اي حاجه، وكل اللي موجود انا هنا خارج عمليه التسجيل للتأكيد بس، هنا بدأ عمليا نشوف هيطلع الناتج. تعتبر علاقة بين الهوية المهنية، وبرضه شايفين المراجع تتعدد الأبحاث التي تناولت كذا، وبعدين مجموعة مراجع موجودة زي ما أنتم شايفين بهذا الأمر. لو قلت له هنا عدد الكلمات 281 كلمة أكاديميك أرابيك، وممكن أقول له كمان ديتيلز، يعني ضيف لي تفاصيل أكتر، لأن هنا يعني أنا بحتاج تفاصيل أكتر. فنشوفه كده هيدينا ايه، هل هيزود على ال 281 كلمه ولا هم هيبقوا موجودين زي ما هم. زي ما حضراتكم شايفين بقوا 295 كلمه، فرق مش كبير، لكن المراجع والنسخه دي موجوده والنسخه دي موجوده وكل الكلام يعني موجود. ممكن انا برضو احدد اقول له مثلا رايت اند اد، مثلا اقول له خليني اقول له 5 ريفرنس كده، شوف هيفهم ده ولا لا. 5 ريفرنس يعني عايز قائمة مراجع مكونة من 5، هل هيقدر يفهم ديت ولا لأ؟ ونشوف برضو، لأن عدد المراجع اللي حس إن حاط هنا مرجع واحد أو اتنين، آسف اتنين، هنا كان حاطط واحد اتنين، يمكن يكونوا تلاتة. فعايز أشوف، خلي بالكم بس أنا بوضح إن الموقع مجاني، فكرة المجانية دي أهم ما يميز هذا الموقع. لا طبعا ما حطش برضو غير في ضوء اللي انا شايفه قدام مني، ما حطش غير مرجعين اتنين، مرجع هو استخدمه ان هوت، ونفس المرجع تاني، ثلاث مراجع، ثلاث مراجع هم استخدمه، لان هو خد ثلاث باراجرافات كل واحد من. انا لو انا عايز بقى نسخه من الكلام ده، ممكن اعمل نسخ من الكلام ده هوت، واقوم جاي حاطه في المكان اللي انا عايزه. ممكن اقول له اكسبورت ريزالت، يعني هات لي صدر لي الريزالت، بيصدرها في نص عادي خالص ما هوش في اي. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في الموقع هي ما نطلق عليه اعادة الصياغة، وانتوا كنتوا بتسألوا احنا عايزين مواقع لاعادة صياغة، فيا ترى الموقع ده مفيد ولا لا. هنا هناخد بارا فريزنج رايتنج، بيقول لك يعني اعيد صياغة المقالة بحيث انها تبدو هيومن لايك. الموقع فيه اكتشاف للذكاء الاصطناعي. طب خلينا نشوف كده، نقول له اي اي كونتنت ديتكتورز، وناخد اللي هو كتبه ونشوف هيقدر يحوله لنا الى صيغه يعني يكون افضل من الصيغه اللي مكتوب بيها ولا لا. طبعا هو هنا هو اتحمل كل، هاخد بس الجزء الاولاني ده كده، واقوم جاي حاطط له هنا هو في هذا المكان بهذا الشكل. تعتبر العلاقه بين راس المال النفسي والهويه المهنيه، وهنا بحدد انا عايز هيعمل لي، طبعا هيحلل المحتوى وبعدين هيعيد الصياغة، يا ترى عايز كم صورة؟ عايز واحد ولا ثلاثة ولا خمسة؟ فممكن خلينا نقول واحدة بس، يعني عايز حاجة واحدة بس. وهنا هنقول له أنالايز، هيبدأ يحلل ثم هيقول لي الكلام ده معمول بالذكاء الاصطناعي ولا لا، وفي نفس الوقت هيعمل لي إعادة صياغة تحت، و يعني ويقيم لي أو يعيد لي عملية إعادة الصياغة بحيث إنه يبدو معمول ببشر. خليني بس أوضح لحضراتكم حاجة، معظم الأحوال أنا بدي أكتب 80%، 80% ده معمول ودي النسخة بعد التعديل، دي النسخة بعد التعديل. هل يا ترى لو خدتها ورحت بيها على حاجة زي اوريجيناليتي
هيكتشف، هيقول لي ان دي خلاص لم تعد بالذكاء الاصطناعي. احنا عارفين طبعا اوريجينالتي من افضل المواقع او من اقوى المواقع، حتى احيانا بيطلع حاجات يعني مش معموله بالذكاء الاصطناعي. فخلينا برضو نشوف، هنرجع مره تانية للاي اي تولز بتاعتي ونشوف يعمل ايه كمان. الموقع طبعا زي ما قلنا بيعمل بارافريزنج، وهنا بارافريزنج تولز كويكلي ريفريز اند ريورد. فخلينا نجرب الموقع في اعاده الصياغه باللغه العربيه. هناخد برضو هنا بيقول لي بارافريز ديس كوبي، واقول له والله خليها لي اكاديميك عشان بس، واقوم جاي حاطط الحاجه اللي انا عايزه يعيد صياغتها بانها تكون بهذا الشكل، واقعد اقول له بارافريز. هل يا ترى بالبارافريز العربي هيكون جيد ولا لا؟ برضو هنشوف مع بعض. احنا طبعا كملنا كم مش صغير، فلكن هو شايفين بارافريزنج حولها لي للغه الانجليزيه، انا مش عايز كده، فلكن فعشان كده لازم اقول له بارافريزنج وكانه كده يعمل لي ترجمه يعني، لكن خلينا نحطه عربي كده ونقول له بارافريز، يعني هي دي بالعربي وعايزك تخليها لي بالعربي، مش عايزك تحولها لي اللغه الانجليزيه، لكن ده ترجمه ودي ميزه برضو يعني، خليها لي اكاديميك لكن خليها لي باللغه الانجليزيه. فده برضو ذا ريليشن شيب بتوين سايكولوجيكال كابيتال، يعني انكلودنج الترجمه جوه منه برضو، ودي ميزه ثالثه، يعني موقع ممكن يعتبر بيترجم لانه اعاد صياغه حولها لي من عربي الى انجليزي. طبعا هنا اعاده الصياغه لكن باللغه العربيه، لان انا غيرت الاكونت هنا باللغه العربيه. برضو الموقع فيه حاجات تانية زي الاوتلاين، لو انت عايز تعمل اوتلاين يبقى كتابه وترجمه، وفي نفس الوقت كمان بيحط لك اوتلاين جنريتور. فانا هقول له والله اعمل لي اوتلاين جنريتور، هيقول لي ايه الموضوع بتاعك ولو في نقاط معينه ممكن تكتبها، وتقول لي عدد الاجزاء اللي انت عايز فيها الاستراكشر بتاعك هو، او عدد الاقسام تبقى كام. برضو باكد لو انت عايز تستخدم العربي هتغير الدنيا من هنا، وهنا بيقول لك يعني هنا ايه امبورتنت بوينت، ايه النقاط المهمه اللي انت عايزها. فممكن والله تقول له لان مش واضحه في العنوان، اقول له الجندر ديفرنس مثلا، الفروق بين الجنسين مثلا في السيكولوجيكال كابيتال مثلا، انا عايزك تكون انت حاططها من ضمن الموضوع. برضو ممكن اقول كومبوننت، انا عايز الكومبوننت اوف سيكولوجيكال كابيتال، يعني لو انا عايز حاجات معينه ممكن ان انا اضيفها هنا اهوت، وبعدين احدد عدد الاقسام خليهم 10 مثلا، 10 اقسام. خلي بالكم ان هو بيعمل اوتلاين، يعني من وجهه نظري ان هو بشكل احترافي شويه، لانه مش مساله اللي بيعمل لك اوتلاين لكن يقول لك برضو بعض التفاصيل الاضافيه. انا عايزك تحط لي دولت بالاضافه للاوتلاين اللي انت، بس انا عايز 10 الاستراكشر، فهيعمل لي اوتلاين بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه، طبعا شكل تفصيلي. انا ممكن اخد نسخه منه واروح على موقع زي الموقع اللي هو سايدر اي اي ده، واختار بقى يعني اقول له كده عايزين نعمل نكتب، وممكن اقول له نكتب مثلا، هقول لي طبعا اكتب، اخد كوبي من الكلام ده اهوت، واقوم جاي قايل له حطه بهذا الشكل، واقوم جاي له سبميت. طبعا كتابه كتيره اللي انا جزء ده اهوت، لكن زي ما انتم شايفين يعني هيكتب لي نقاط كتيره تشمل كل اللي حضراتكم شايفينه ده هو، تشمل كل اللي حضراتكم شايفينه بهذا الكم الكبير. اتمنى برضو يكون الموقع، لان حضراتكم كنتوا بتسالوا دايما عايزين موقع يعد صياغه، عايزين موقع بيدعم العربي، عايزين موقع مجاني. انا ما سجلتش وما زلت في الساين، يعني انا لو بصيت حضرتك تقول لي ساين اب ولا ساين ان، انا ولا عملت ساين اب ولا ساين ان، لكن عايز تسجل سجل، لكن ما هوش ميزه عمليه التسجيل الا لو كان زي ما قلنا انك انت ده هنا في اللغه بتختارها، وفي عندنا كمان في السيتنج يعني بعض الاضافات اللي احنا اضفناها بنفسنا زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى برضو يكون الفيديو افاد حضراتكم. دايما في نهايه اي فيديو بقول لك عجبت الفيديو اعمل لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال لا تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.